مبادرات على ضفاف الجنان في برنامجها الأول، خطوات نحو الملك عز وجل. إن الله تعالى وتقدس يغضب، يغضب إذا انتهكت حرماته، إذا خلف أمره، يغضب إذا تعدى الناس حدوده، يغضب إذا انتهكت حرمة الدم المسلم، يغضب إذا اعتدي على المحارم والأرحام، وإذا أهين كلامه وكتابه ونبيه ودينه. نعوذ بالله من غضب الله. سبعة أعمال رئيسة تطفئ بها غضب الله عز وجل عليك. نعوذ بالله من غضب الله. أولا، دعاء الله عموما لحاجات الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. همسات رفيقة ومناجات هادئة يمتزج بها ذل واعتراف بالضعف وخضوع ورقة في القلب أحب إليه سبحانه من كثير مما يظنه الظانون. ثانيا، الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. ثالثا، تجنب الغضب. سأل عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذه نتيجة منطقية لتجنب غضب الله عز وجل، لأن الغضب فورة في الأعصاب وغليان في الدم من الشيطان، ومن أطاع الشيطان فقد أغضب الرحمن. رابعا، التماس رضا الله ولو سخط الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ملخص المعادلة: إذا تعارض رضا الله مع رضا الناس فقدمت رضا الله، كان الجزاء الرضا من الله والناس، وإن قدمت رضا الناس كان الجزاء السخط من الله والناس. خامسا، الفرار إلى الله والتوبة، لأن غضب الله ورطة ومصيبة لا تعدلها مصيبة، ولن تجد أحدا يخلصك منها إلا سبحانه، تفر من كل شيء عنه إلا الله فإنك تفر منه إليه. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. سادسا، الاعتدال في أكل الرزق. قال الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والسؤال: ما هو الطغيان في الأكل والطعام؟ الجواب: الطغيان بأن تتعدى الحلال على كثرته إلى الحرام على قلته. وقد أخذ الطغيان صورا متعددة اليوم، كالغصب والسرقة والرشوة وخيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها. سابعا، إتيان الأعمال التي ترضي الله عز وجل، والتي تحدثنا عنها في الحلقتين 23 و24، وهي: الإيمان مع العمل الصالح، التزام نهج الصحابة، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، إنفاق المال في سبيل الله، الحمد بعد الأكل، كلمة ترضي الله، الشهادة في سبيل الله، إرضاء الوالدين بالمعروف، والسواك. للمزيد في كتاب خطوات نحو الملك عز وجل، وتابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله بعنوان: كيف تتجنب وقوع غضب الله عز وجل عليك. خطوات نحو الملك عز وجل.